أعطني خبزا ومسرحا أعطيك شعبا مثقفا، هكذا تقول الحكمة، وهكذا تقول حضرموت التي تزخر بالمواهب والمبدعين من مرتادي الفن والمسرح الهادف. فمن أجل صقل تلك الإبداعات والبحث عن حلول لإعادة نشاط المسرح واستمرار ديموميته، اختتم قسم المسرح بمؤسسة حضرموت للثقافة بالتعاون مع مكتبي وزارة الثقافة بساحل ووادي حضرموت ورشة عمل حول المسرح في حضرموت بين الماضي والحاضر وآفاق وتطلعات مستقبله القريب والبعيد. نختتم في هذا المساء ورشة عمل المسرح في حضرموت الماضي الحاضر الآفاق المستقبلية، وهي الورشة التي قامت بتنظيمها مؤسسة حضرموت للثقافة بالتعاون مع مكتبي وزارة الثقافة ساحل ووادي حضرموت. وبالتأكيد نحن اليوم في هذا الختام الجميل قد رسمنا معالم لها للمستقبل وآفاقه، معالما أو خارطة طريق للمستقبل القريب المجيد لهذه أو للمسرح بشكل عام في حضرموت. نتمنى طبعا أن تكلل هذه المخرجات التي قمنا اليوم بصياغتها بالنجاح، وتكون بمثابة كما قلت سلفا خارطة الطريق للمستقبل القريب بإذن الله تعالى. طبعا ضمن الأنشطة، أنشطة مؤسسة حضرموت للثقافة، قسم المسرح أقام ورشة عمل بعنوان المسرح في حضرموت الماضي والحاضر والمستقبل. هذه الورشة مهمة جدا في بإذن الله الخروج بتوصيات وحلول وأفكار لتطوير المسرح في حضرموت. الورشة ضمت مسؤولي مكاتب الثقافة في المحافظة والمديريات، وكذا الأكاديميين والمخرجين المسرحيين والروائيين والممثلين والإعلاميين المهتمين بالشؤون المسرحية. واستعرضت الورشة عددا من الأوراق البحثية والمسرحيات، إضافة إلى فتح باب المداخلات الثرية بالمعلومات والمقترحات. طبعا هذه الورشة الخاصة أقيمت من أجل البحث عن السبل الكفيلة بالنهوض بالمسرح الحضرمي الذي كان له يعني سبق الريادة وكان له تاريخ جميل استطاع من خلاله أن يكون مؤثرا بين أوساط المجتمع. طبعا احنا جينا في الورشة هنا عشان نحاول نحن نحل بعض الأمور اللي تعرقل مسيرة المسرح، فهاجر موجودة هنا بدورها كشابة ممثلة تشارك في الحلول لإعادة إحياء المسرح والحلول لإعادة إدخال الماضي مع الحاضر والسير على نفس الطريق ونفس النهج. نحن كشباب عندنا طاقة كبيرة في المسرح، محتاجين بس الدعم والتوجيه، فيا ريت تقام دورات تأهيلية وعروض مسرحية بحيث أن الشباب يقدرون يعرضون مواهبهم سواء في التمثيل أو الإضاءات أو الإخراج. المسرح قديم في حضرموت، بدأ منذ العام 1940 ميلادية، إلا أنه ظل في حالة ركود وتهميش بسبب ظروف البلاد. لعل مثل هذه الورش تعيد الحياة للمسرح الحضرمي وتكون طريقا نحو تطوير واقع المسرح في حضرموت.